معالي الوزير، كيف ترى التقرير الذي صدر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق شؤون الإنسان في الأرض الفلسطينية أوتشا، والذي أشار إلى أن سلطات الاحتلال يعني هدمت واستولت على 42 مبنى ومنشأة بحجة أن هي غير مرخصة، من بينها مدارس أيضا وأيضا 9 مباني للدول أو للجهات الممولة والمانحة؟ هذا يعكس أولا عقم الشرعية الدولية وضعف المجتمع الدولي في اتخاذ أي خطوة. عندما تأتي مؤسسة ومنظمة كما هي أوتشا لكي تقول بأن إسرائيل مستمرة في هدم المشاريع التي تمولها الدول الداعمة، خاصة المدارس أو العيادات في الأماكن النائية في داخل الضفة الغربية، كما حدث مؤخرا في منطقة عين سامية شرقي رام الله، إنما يعكس حقيقة ما قلناه قبل لحظات بضعف المجتمع الدولي وعدم قدرتنا على الاتكاء على المجتمع الدولي لكي نحقق ما نريده من حقوق كشعب فلسطيني. هذا هو الواقع الذي يتم الاعتراف به، أن هذا التقرير رغم قساوته وإنما يعكس حقيقة الواقع على الأرض الذي يجب علينا أن نعمل على تغييره قدر الإمكان. نعم، أخيرا وسريعا لأنه وقتنا انتهى، لكن يعني لا يمكن أن لا نتحدث عن جهود عملية السلام خصوصا بعد اجتماعي العقبة وشرم الشيخ، هل هناك أي جديد من الممكن أن يعني نعرفه من سيادتك معالي الوزير؟ أولا كما تعلمين منذ سنوات طويلة ومنذ عام 2014 وحتى هذه اللحظة لا يوجد هناك أي جهد بذل على مستوى المجتمع الدولي أو المنطقة الإقليمية فيما يتعلق بتفعيل عملية السلام أو إحياء تلك المبادرات. طبعا الرباعية الدولية جمدت من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لفترة طويلة ولم يكن هناك أي شيء. حاولت جمهورية مصر العربية والأردن مع فرنسا وألمانيا إعادة إحياء تلك الجهود عبر مجموعة ميونخ، ولكن لم يتمكنوا من تحقيق أي اختراق. ثم كانت هناك فرصة من خلال الجهد المصري والجهد الأردني المستمر والمتواصل معنا مع الإدارة الأمريكية في البحث عن قضايا جزئية مرحلية مرتبطة في القضايا المرتبطة ب الإجراءات الأحادية التي يجب على الجانب الإسرائيلي التوقف عن الإقدام عليها. وكذا كان موقف الإدارة الأمريكية الحالية، إدارة الرئيس بايدن، عندما قال يجب على إسرائيل وقف الإجراءات الأحادية التي تقوم بها في الأرض الفلسطينية المحتلة. انطلاقا من هذه الرؤية كان هناك اجتماعا في العقبة ومن ثم في شرم الشيخ من أجل البناء على مثل هذه الرؤية والعمل على وصول إلى قناعة وضاغطة على إسرائيل لوقف إجراءاتها الأحادية. تم التوقيع على اتفاق ضمن هذه الرؤية، ولكن بعد نصف ساعة إسرائيل قامت على خرق مثل ذلك الاتفاق لكي نؤكد وتؤكد إسرائيل بأن لا يمكن الاعتماد على الموقف الإسرائيلي أو الاعتقاد بأن إسرائيل سوف تلتزم بما توقعه هي من اتفاقيات. وهذا يعني بأن إسرائيل قد خرقت تلك الجهود التي تم بذلها، ولكن رغم ذلك نحن نقول بأن هذه الجهود هي اختراق كان منذ حوالي 10 سنوات لطبيعة الوضع على الأرض. نحن لازلنا نقتنع بأنه في غياب أي مبادرة على أي مستوى دولي، أي جهود يتم القيام بها من قبل الأشقاء في جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية هي جهود مشكورة مباركة، نحن ندعمها نساندها ونستطيع أن نقول بأننا على استعداد للمضي قدما في مثل تلك الجهود ما دامت هذه الجهود تسعى إلى وقف تلك الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل على الأرض وإعطاء نفس للفلسطينيين. نعم. من أجل فعلا إعادة بناء ما تتم هدمه من قبل إسرائيل وفي محاولة إحياء الجهود الدولية لعملية السلام الغائبة.